تأتي فكرة إنشاء مصنع الظاهرة للأرز إلى عام 2008 حينما قررت الحكومة الهندية وقف تصدير الأرز البسمتي لأسباب محلية، الأمر الذي حفز حكومة دولة الإمارات إلى وضع استراتيجية للأمن الغذائي. مصنع الظاهرة للأرز يعد أول مصنع متكامل للأرز البسمتي في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، فهو يوفر مخزوناً احتياطياً استراتيجياً للأمن الغذائي في الإمارات التي تستورد 800,000 طن من الأرز سنوياً بتكلفة 2 مليار درهم، منها 300,000 للاستهلاك المحلي و500,000 طن لإعادة التصدير. مصنع الظاهرة أحد المصانع الرائدة مو بس اللي في دولة الإمارات، الرائدة يعني إقليميا وعالميا، تشكل جزء أساسي من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لحكومة دولة الإمارات. القطاع الأساسي اللي في قطاع الأغذية. المصنع مجهز بمختبر داخلي لإجراء جميع اختبارات جودة الأرز وضمان الالتزام بمعايير الجودة، إضافة إلى منشآت تخزين مضبوطة الحرارة لتخزين الأرز الخام والمعالج وماكينات معالجة وضرب الأرز، وبخطوط تعبئة أوتوماتيكية بالكامل وأسطح تحميل وتفريغ لديها القدرة على مناولة كميات كبيرة من الشحنات المختلفة على شكل عبوات أو الكميات الضخمة والسائبة. مصنع الظاهرة يوفر لنا نوعية عالية وممتازة جدا من الأرز، خاصة الأرز البسمتي، في نفس الوقت يضمن لنا مخزون استراتيجي لدولة الإمارات في بيئة تقنية عالية، يعني أحسن الممارسات نشوفها في مصنع الظاهرة من نوعية، من كواليتي، من إجراءات، من يعني معدات بتقنية عالية باستخدام روبوتات. يضم المصنع أيضا مرافق للتخزين بسعة 8,000 طن، وهو مجهز بأحدث تقنيات الضرب، ويوفر خيارات التعبئة بكميات كبيرة والتعبئة الاستهلاكية لتلبية الاحتياجات الفردية للعملاء.